اوكي. اليوم راح يكون كل واحد لحاله راح ياخذ منتج ويسوقه كإعلان تلفزيوني. بيكون واقف هنا ويواجه الكاميرا مسموح، ابغاك تخاطب الكاميرا كأنك قاعد تصور إعلان تلفزيوني في دقيقة. تمام؟ كل واحد لحاله بيكون. نفس الآلية، راح يكون في تقييم اليوم راح يعلن، اوكي؟ وايضا المقاطع هذه راح تنزل للتصويت الجمهور، وايضا في نسبة المبيعات اللي تحسبها الإدارة. بس اذا صار منتج سوقه اثنين تقريبا، لان عدد المنتجات تقريبا بيصير كل منتج بيسوقه اثنين او ثلاثة، في المبيعات اذا حصلوا الرقم الاعلى راح تتوزع على الاثنين او الثلاثة، هذه في المبيعات. بس في تصويت الجمهور كل واحد تقييمه راح يكون لحاله، في تقييم الماركتينج راح يكون كل شخص لحاله. اتمنى انكم تسترجعون، يعني في ناس يقولون لي انت ما قاعد تشرح للشباب، ما تعلم الشباب كيف على اي اساس يركز في الكلام. تذكرون سلام ورحمه الله ايام التصفيات تكلمنا هنا في خمس حلقات في برنامج في فقره المحتوى، تذكرون كنا نتكلم كيف تركز المنتج يناسب مين، على ماذا اركز، تذكرون؟ فهذه الاشياء احنا شرحناها، فاتمنى انكم تسترجعون وتعيدون الذاكره. تفضل. الله يعافيك. الاعلان التلفزيوني بيكون تحت اطار معين، ما يمدينا يعني نجيب افكار جديده مرة. تقدر تجيب شلون؟ الاعلان التلفزيوني هو الابداع. لو هو يختلف عن يعني السناب هو فكره مختلفه. راح ممكن اجيكم في اسبوع اقول لك انت بائع ونجيب لك واحد من الزبون. بيكون رسمي. كيف؟ بيكون تحت اطار رسمي. لا مش تقريبا، بس تقدر تجيبها بطريقه تناسب الجمهور. في اعلانات تيجي لو تلاحظوا، في اعلانات تيجي باسلوب مضحك، في اعلانات تيجي بلهجه معينه، صح؟ انت حر في فكرتك. ركز انك تحقق توصل لجمهورك. تبون تعرفون انت متى حصلت او نجحت؟ مش في التصويت، في المبيعات. هنا ثق تماما انك اثرت على اكبر قدر من الناس. المبيعات هي اللي تحقق لك. الان تصويت الجمهور العائلة ممكن اي احد يفزع لك فيه، بس في المبيعات هنا تثبت انك انت فعلا ابدعت. طبعا الاسبوع الماضي